الآية الثانية: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا واحد سلم علينا سواء كان في الطريق أو في البيت أو أمرنا جل جلاله أن نذكر أكثر منه، نقول السلام عليكم، نقول وعليكم السلام ورحمة الله، ندين. أو ردوها مثل حكايتنا. وإذا ما وجدنا في البيت أحدا مثل ما قلنا، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن المحل الخالي من الرجال من الناس لا يخلو من جن المؤمنين ومن الملائكة. ربما الجن بجنبك ينظرون إليك. نعم. ولا تراه. فإذا ما وجدت أحد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فحينئذ الملائكة الموجودين نعم يردون عليك السلام. جينا على حديث رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أي العبادة أحسن، فأمره بإطعام الطعام وإفشاء السلام على من يعرف ولا يعرف. هذه إشارة كذلك إلى الكلام الذي ذكرنا، يجب على المؤمنين على المسلمين أن لا يكون في قلوبهم أضغان أحقاد، يكونوا مؤمنين، يكونون متفقين مع بعض، محبين للبعض، ويريدون الخير للبعض. كما صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الجوخ شفته معيوب، ما أريد أن أشتري نفسي وبمحلي. فيجب علي كما أني لا أريد أن أشتري نفسي، لا أريد كذا. ولكن يا حسرتي علينا، من يوم أحوالنا هكذا، تبدلنا الإسلام بغير آداب الإسلام. فصلى الله عليه وسلم أمر أنه نطعم الطعام لا نبخل، ننظر إلى المحتاج، ونفشي السلام لمن نعرفه أو لا نعرفه. يقول شرط أعرف هذا الشخص نعم يسلم عليه، لا مطلق، لأن الجامعة بيني وبينه الإيمان، مو معرفة. هل يكون واحد شخص ثاني غير الإيمان جمعنا، الإيمان صار سببا لمحبة بعضنا.